السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت يا شيخنا، كنت عاوز أسأل عن حكم الصلاة في المساجد التي بها قبور. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تصلوا إلى القبور ولا تجلسوا عليها، ولا تصلوا إلى القبور. وقال: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مصاليد. قال أيضا: أولئك شرار الخلق عند الله يوم القيامة، أولئك إذا مات فيهم العبد الصالح صوروا له تلك التصاوير وبنوا على قبره مسجدا. وقال صلى الله عليه وسلم: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. لكن يبقى السؤال مطروحا: إذا صلى في مسجد به قبر هل يأثر؟ اصبر علي. تمام، حاضر. هل الصلاة تبطل أو الصلاة تصح مع تأثيمه إذا لم يكن مضطرا؟ قد الظاهر أن الصلاة لا تبطل وتكون قد أديت، لأن عمر رأى أنسا يصلي إلى قبر فقال له: القبر القبر يا أنس. قال البخاري: ولم يأمره بالإعادة. ثم هل النهي يقتضي الفساد أو لا يقتضيه؟ تلك مسألة أصولية أخرى مختلف فيها، فعلى الإجمال أنه لا يقتضي الفساد، والله أعلم. تفضل. ما سؤال؟ ولكن شيخنا بقول دلوقتي، يعني المساجد الموجودة حاليا القبر منفصل عن المكان، عن المسجد اللي هو مكان الصلاة، ومحاط بمقصورة كده، يعني هو بعيد عن مكان الصلاة. لكن عندي سؤال، هو بعيد عن الصلاة وأنت مضطر إلى الصلاة، لكن يبقى السؤال: هل هذا القبر يؤتى والناس يجيئون يسألون الميت كشف الضر أو جلب النفع أم لا؟ يعني أنا مثلا، يعني بيعملوا له مولد ويشد له الرحال ويسألونه من دون الله أم لا؟ أنا أروح أصلي في المسجد. أنا بسألك سؤال، أنا بسألك سؤال لشيء آخر. يعني إذا كانوا يفعلون ذلك فذهابك سيكثر سواد أهل الضلال. قال لهم شأنا، ونحن لا نكثر سواد أهل الضلال. حضرتك ترى أن الصلاة في المساجد فيها قبور صلاة صحيحة، وإن كان فيها شيء. النبي نهى عن الصلاة في المساجد التي فيها قبور، لكن إن قدر وصلى هل تبطل الصلاة أو لا تبطل؟ فأختار أنها لا تبطل، ولا يكون الشخص إذا كان متعمدا وله موقع آخر يأثم مع صحة الصلاة. أما الصلاة على الجنازة فتجوز، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما ماتت المرأة التي كانت تقوم المسجد قال: دلوني على قبرها، فأتى قبرها فصلى عليها. تستثنى الصلاة على الجنائز، والله أعلم. وفي فرق يفرق به بعض العلماء أيضا، أنت تفضلت بذكر شيء، وهو أن القبر منفصل بعيد، منفصل في صبرا. يعني بعض العلماء يقول أن مقصورة معناه المكان ده مكسور على الدفن. يعني لا 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 لا، انت في امر بس يعني شديد بعض الشيء. اذا في واحد مقبور مثل السيد البدوي والناس يشدون الرحله اليه، لا طبعا. الله يسلمك. السلام عليكم.